السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. النهاردة احنا جايين نتكلم عن أفضل الفيتامينات لزيادة إنتاج البيض. الفيتامينات كتيرة جدا، كل شوية نسمع فيتامين كذا وفيتامين كذا وفيتامين كذا. ايه الفيتامينات المهمة لزيادة انتاج البيض عشان بعد كده حضرتك تروح تقدم الاطعمة اللي فيها الفيتامينات دي؟ ما هو احنا ليه بنفهم المعلومات دي كلها؟ يعني كده كده المربي ملوش في علاقة بالتفاصيل العلمية الدقيقة وكل الكلام ده، لكن لينا علاقة من حيث باب واحد بس، انك تبقى عارف الاكلات الفلانية اللي بتزود انتاج البيض لان هي فيها الفيتامينات الفلانية. فركز معايا، نتكلم عن الفيتامينات اللي بتساعد في زيادة انتاج البيض. لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. الفيتامينات كتيرة جدا متنوعة يعني، وكل فيتامين مسؤول عن شيء معين في جسم الطائر. لكن كده تعالى نتعرف مع بعض على الفيتامينات. بس قبل ما نتعرف على الفيتامينات لازم نعرف اسباب قلة انتاج البيض اللي ليها علاقة بالفيتامينات. تمام؟ انخفاض انتاج البيض ممكن يحدث بسبب كذا حاجة. يعني الامراض الطفيلية زي الديدان الشريطية، ممكن تكون الديدان دي او طفيليات حشرات خارجية زي القمل مثلا. تمام؟ وده ليه علاقة بنقص بعض الفيتامينات اللي بتقاوم ده. التهوية غير الكافية او الاضاءة غير الكافية او درجة الحرارة غير المناسبة. تمام؟ ده برضو بيصيب الطائر ببعض المشاكل الصحية ومنها نقص انتاج البيض لان جسمه بيبقى ناقص لبعض الفيتامينات. برضو سوء التغذية بيلعب دور كبير جدا في التأثير على معدل انتاج البيض. اصابة بعض الدجاج بميكروبات بتؤثر على معدل انتاج البيض زي التهاب المعدة والامعاء والكوليرا. كل الحاجات دي بتحصل اصلا بسبب نقص الفيتامينات المختلفة. نقص الفيتامينات المختلفة يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفيتامينات مش بس مهمة علشان تزود انتاج البيض، وانما هي كمان مهمة علشان تحافظ على صحة الطائر بشكل او باخر. تمام؟ الاطعمة اللي مليانة فيتامينات كتيرة جدا. تمام؟ انا بعرفك على الاطعمة وبعرفك على الفيتامينات نفسها. تعال نعرف الفيتامينات وبعد كده نعرف الاطعمة. اهم واحد يعني من اهم الفيتامينات اللي موجودة واللي بتساعد على زيادة انتاج البيض هو فيتامين الف. فيتامين الف ده يعتبر من افضل ان لم يكن افضلهم لزيادة انتاج البيض. بتحتاج الطيور للنوع ده من الفيتامين من اللحظة الاولى في حياتها. تمام؟ والمزارعين كلهم بدأوا ان هم يدوا الفيتامين ده للدجاج اللي هو لسه بيبيض من قريب، من اليوم الثاني من انتاج البيض على طول، لان الفيتامين ده لما بنديه للدجاج الانتاج بيبقى اسهل واكتر. تمام؟ طبعا بنخلط الفيتامين ده مع المشروب المقدم، المية المقدمة للطائر، علشان ايه؟ الفيتامين ده اصلا بيساعد على عملية التمثيل الغذائي بشكل افضل، يعني بيخلي في تسهيل في عملية التمثيل الغذائي. حلو. في بعض العلامات اللي بتؤدي اللي بتخليك تعرف ان في نقص في فيتامين الف، زي تغير في لون عين الدجاج اللي بيميل الى الاصفر الفاتح ومع جفاف قرنية العين. كل العلامات دي بتعرفك ان فيتامين الف ده نقص. لكن مش معنى ان فيتامين الف هو اهم فيتامين بيساعد على انتاج البيض ان بقية الفيتامينات مش مؤثرة. لا، كل الفيتامينات اللي هقولك عليها مهمة جدا ومؤثرة جدا، ونقصها يؤدي الى نقص انتاج البيض. فيتامين ه، ممكن نحصل على فيتامين باعطاء الدجاج ما يكفي من الحبوب، وفي حالة نقص هذا الفيتامين من الذرة والقمح ومنتجات الالبان والبقوليات فانه يتسبب في انتاج بيض غير مخصب لا يفيد الانسان. يعتبر الفيتامين ده من افضل الفيتامينات لزيادة انتاج البيض في الدجاج لاهميته الكبيرة. برضو فيتامين د، يعتبر الفيتامين ده من اشهر الفيتامينات لزيادة انتاج البيض في الدجاج. ممكن نعرف حاجة الطائر للفيتامين ده عن طريق قشرة البيضة الخارجية. لما تكون القشرة رقيقة فده يدل على نقص فيتامين د. وفيتامين د ده ممكن تاخده من اشعة الشمس، ممكن تاخده من بعض الاكلات والاضافات اللي بتديها للطائر، ممكن تاخده من مصادر كتيرة جدا 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 سهلة وموفرة جدا. تمام؟ فالفيتامينات المهمة
كالسيوم كمعدن، فيتامين د كفيتامين، فيتامين ه، فيتامين ا، كل الحاجات دي مهمة جدا لزيادة انتاج البيض. ايه بقى الاطعمة اللي فيها الفيتامينات دي؟ عندك طعام زي القمح بقشرته الخارجية، طبعا مش القمح كده اللي هو الخالي من القشرة، لا، القمح اللي هو بقشرته الخارجية اللي هو فيه النخالة او الردة اللي بتساعد على الهضم وبتحرق الدهون وبتمنع تكون وتراكم الدهون عند مخرج البيض. كلنا عارفين ان الدهون لو تراكمت عند مخرج البيض هتبقى دي المشكلة الاساسية في فصل زي فصل ايه؟ الشتاء. الشتاء معروف دايما بان هو الطيور بتعاني من المشكلة دي، لان هما بياكلوا كتير علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بيفتكروا ان ده بيدفيهم، وفعلا بيدفيهم بس عن طريق تراكم الدهون. حلو؟ في برضو الخضروات المختلفة، تمام، الخضروات زي مثلا اوراق الكرنب، زي البرسيم، كل الخضروات دي ممكن تساعد في ايه؟ تساعد في اعطاء الفيتامينات للطائر بشكل كبير، بتزود انتاج البيض، بتزود صحة الطائر، بترفع المناعة. الخضروات مهمة جدا يا جماعة. الفاصوليا تحديدا هي من البقوليات، وكل الاطباء بيوصوا باعطاء الفاصوليا وفول الصويا للدجاج، تمام؟ ليه بيعملوا كده؟ لانه مليان بالفيتامينات المختلفة اللي ممكن تطرد السموم من جسم الطائر وترفع المناعة وتزود انتاج البيض بشكل كبير جدا. لكن بعيدنا عن ده كله، في عوامل مؤثرة في انتاج البيض، ممكن يكون في عامل وراثي زي ان الطائر مولود عنده تشوه او اصابة ما منعاه من انتاج البيض، ممكن يكون عامل الطقس، العامل ده انت تقدر تتحكم فيه، تمام، لكن العامل الوراثي انت ما تقدرش تتحكم فيه. العامل الوراثي انت خلاص كده خدت طائر انتاجه ضعيف، انتاجه قليل، مش هتعرف تتعامل معاه. لكن لو هتتكلم عن عامل زي عامل الطقس، ده ممكن تظبط درجات الحرارة، ممكن تقفل كويس على الطيور او تفتح لهم في الحر، وكل الكلام ده. بشكل عام احنا محتاجين الفترة الجاية ناخد بالنا من الاضاءة. الاضاءة ما تقلش عن 16 ساعة يا جماعة في اليوم الواحد، يناموا 8 ساعات ويصحوا 16 ساعة، علشان في الشتاء الشمس بتغيب بسرعة. لازم 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 النظافة باستمرار، ولازم ناخد بالنا من التهوية والشمس والكلام ده كله. ولو في شيء استعصى علينا ان احنا نحله او نتخطاه او نعرف سببه، لازم نستشير طبيب بيطري، لازم. لان انت لو عندك قطيع مثلا 40 50 طائر، حرام تخسرهم يعني عشان انت مكسل تروح تسأل طبيب بيطري على الاعراض اللي عندهم. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.